ايه الاخبار يا شباب؟ ان شاء الله الكل يكون بخير. ده هيكون اول فيديو من سلسله فيديوز هنسجلها وهنزلها لكم، هتبقى عن السيرجري. هناخدكم من الاول خالص، من السيمبل سوتشرز، الغرز البسيطه والغرز الكومبلكس شويه، لحد ما نطلع مع بعض ان احنا نقدر نعمل سيميليشن لعمليات في البيت. ان شاء الله تستفادوا، ان شاء الله الموضوع يكون ممتع ليكم، ويلا بينا. طيب يا شباب، خلينا اول حاجه نتكلم على الادوات اللي احنا هنعوزها للسيمبل سوتشر او السوتشرز العاديه خالص. اول حاجه واكتر حاجه اساسيه طبعا عاوز النيدل هولدر، بيكون ليها من فوق تب عشان تثبت بيها النيدل، ومن هنا سنان كده عشان اقفلها وافتحها وبمسكها. هي بيبقى فيها دايرتين، بحط الصباع الرابع في الدايره اللي على اليمين والثمب في الدايره اللي على الشمال، الميدل فينجر في الانجل ده، والاندكس عشان يسابورت. ولما اجي بمسك النيدل وعايزه احركها بعمل سوبينيشن بايدي، مش بحط النيدل وبزقها، انا لازم بحرك ايدي عشان النيدل تمشي بحركتها الطبيعيه. طيب بعدين عندي طبعا الفورسبس. الفورسبس في منها نوعين، اناتوميكال زي ده اللي معايا دلوقتي، وفي سيرجيكال. السيرجيكال مش معايا، بس في الغالب لما بيكون في تشو جامد وانا بعوز اثبته بعوز بستعمل السيرجيكال، لان بيبقى فيها سنه هنا وسنه هنا، فبتساعدني ان انا اثبت تشو اكتر، زي مثلا لو كان سكن او مصل او حاجه زي كده. ده بيستعمل اكتر للتيشوز السوفت زي فيشيا، بريتونيوم، لو انا بخيط انستاين بستعمل ده اكتر، بس ده اللي معايا النهارده فهو ده اللي هستعمله. بعدين سيزرز، مقص، الفورسبس بستعملها زي القلم عادي، بمسكها زي القلم. مقص عندي نوعين، في ستريت وفي كيرفد، بستعمل اللي يريحني عادي. والمسكه ممكن نفس مسكه النيدل هولدر او يعني المسكه اللي تريح، مفيش مسكه معينه. كمان ممكن عاوز سكالبل. السكالبل بستعمله عشان افتح لو انا محتاجه افتح حاجه، بس انا عندي هنا اللي هستعملها اوريدي مفتوحه، فمش عاوزه حاجه النهارده، بس دي حاجه ممكن عاوزها يعني. كمان عاوز سوتشر ماتيريال بتاعي، وفي فيديو تاني هنتكلم على كل ده معناه ايه وازاي نفهمه. وبعوز حاجه ان انا اتدرب عليها، ان انا اخيط، فممكن بطلب دي مثلا اونلاين او بستعمل سبونج عادي بقطعها وبخيط، يعني بس بتدرب على التكنيك. ممكن استعمل قش موز، ممكن استعمل فراخ اقطعها واخيط عليها اللي انا عايزاه. بس دي كده الانسترومنتس اللي انا ببقى عايزاها عشان اتدرب على السوتشرنج. طيب يا شباب، يلا بينا نعمل السيمبل سوتشر العاديه خالص، السيمبل انتربتد سوتشر. خلونا نزوم شويه. بفتح السويتشر ماتيريال بتاعي، بجيب النيدل هولدر بمسكه زي ما اتفقنا، وباجي عشان دي نيدل كبيرة فبمسكها من النص، وطبعا بقفله وكده جاهزين. باجي عند الادج في ناحية الووند، ببعد عنه حوالي 5 ملي او 4 ملي، نص سنتي، وبخش. ومن الناحية التانية بطلع بنفس الشكل. الناحية التانية خلونا ناخد حتة اصغر شوية. الناحية التانية لازم يكون برضو نفس المسافة 4-5 ملي، ولازم تكون بارل، لازم تكون قصادها، المكان اللي اخش منه واطلع منه لازم يكون قصاد بعض، لازم حركة الايد مهمة جدا. وباجي من الناحية التانية برضو بنفس حركة الايد سوبينيشن، و بسحب الخيط، بسحبه بسيب منه حتة كده بسيطة. باجي بقى بعمل الغرزة بتاعتي، الانسترومنت ببقى مثبتاه، مش بحركه خالص، وانا بايدي التانية بمسك الخيط وبلف 1 2 بعيد عني، يعني اللفة مشاورة بعيد، 1 2، وباجي بمسك الحتة الصغيرة دي، بس بشد حاجة بسيطة كفاية انها تتقفل. وبعدين
بالمناسبة لازم أي غرزة أعملها يكون المسافة ما بينها وما بين التانية نفسها نص سنتي، ولازم كل مرة لما أجي أقفلها تكون في ناحية واحدة كلهم، عشان ده يسهل عليا لما أجي أفكهم في الآخر والشكل بتاعها يكون أحسن. المرة التانية أهو بثبت الانسترومنت بتاعي نفس التثبيتة، بدل ما أعمل الخيط بعيد عني بعمله ناحيتي، بلف لفة، بمسك الأدج بتاع الخيط وبقفل. المرة التالتة نفس الحاجة بس برضو العكس وبقفل. عدد اللفات ده هيفرق حسب انهي يعني الخيط اللي انا بستعمله الدايمتر بتاعه قد ايه. هنتكلم عنه في فيديو تاني لما نيجي نشرح الكلام اللي مكتوب ده وازاي نفهمه. نيجي ناخد الناحيتين وبرضو نسيب نص سنتي ونقطع. خلونا نعمل واحدة تانية اسرع. اجي هنا ونص سنتي الناحية التانية نص سنتي، اخد الابرة من الناحية التانية وسوبينيت، ما ينفعش انسى ده خالص، سوبينيت اسيب حتة صغيرة، واحد اتنين اقفل، واحد اقفل، واحد واقفل. طبعا السرعة مهمة عشان لو في مثلا حد جاي لك وعايز يتخيط لووند انت لازم تكون سريع، ما تفضلش لان هو اوريدي في ألم وبيتألم ومش طايق ان هو يفضل قاعد يعني، فانت لازم تنجزه، فلازم تتدرب على السرعة برضو مش بس الشكل والتكنيك. نص نص بارل لبعض، يبقى نطلع نسحب الخيط نسيب حتة صغيرة. وبالمناسبة انا لو عندي مثلا جرح قد كده مثلا ما ينفعش افضل ماشية بقى واحد اتنين تلاتة، لا باخد واحدة هنا واحدة هنا واحدة في النص وبقفل ما بينهم عشان يعني ينجز معايا برضو ويتقفل بسرعة وما يفضلش يطلع دم. ولازم برضو اخلي بالي ان انا وانا بخيط ما خيطش فوق بس في الدرمس، يعني انا لو الفتح يعني لو الجرح مفتوح تحت كمان اللاير دي، فانا ما ينفعش اقفل دي بس واسيب تحت بقى مع نفسه، ما ينفعش اعمل كده خالص. محتاج ان انا بخيط تحت بسوتشر هنتعلمها دلوقتي اسمها buried interrupted suture، سوتشر مدفونه، وبعدها بقوم مخيطه فوق وباجي مش الجلوفز مش احسن حاجه وباجي وبقطع وبس. شكلهم حلو خالص كلهم في ناحيه واحده، مسافات ما بينهم حلوه، المسافات ما بين الووند والادجز حلوه، احنا كده تمام. طيب انا دلوقتي مثلا عملت لحد غرز وقعد بقى الشخص ده مثلا الفتره اللي هو محتاجها ان الجرح ده يلم، ولما خلاص وانا الغرز دي محتاجه اشيلها همسك الفورسبس بتاعي واجي عند الغرزه المنطقه اللي انا ربطتها وبالسكالبل بس ببساطة خالص طلعت معي. بمسك يعني بمسك الحتة اللي انا ربطت فيها وببعدها شوية كده وبقطع حاجة بسيطة خالص كده وبتتفك معي شلتها. طيب